بدر اللي ما يعرفوش ان انا رشحت بدر من 2018 للاهلي، وكان معاه حافظي. الاهلي من النوع اللي هو بيراقب اللاعب فتره طويله، وتعرض بدر على كارديون مدرب الاهلي سابقا، وما كانش موافق، ولكن كان الاهلي مقتنع بيه، اداره الاهلي مقتنع به، وكمان ربنا يعني الخطيب على رأس الأهلي، يعني الخطيب بقيمته كلاعب فذ وأسطورة على التاريخ المصري كله، قدر يعمل فريق قوي جدا، وبنون أقنع الأهلي وأقنع جماهيره بأدائه المميز. كنا الأهلي ناقصه لاعب في الدفاع يبني هجمة منظمة. بنون على المستوى الأخلاقي إنسان، كل المجلس الإدارة وكل الجماهير بتحبه، وكفاية إن هم يعني سموه السلطان. وبنون أنا أفتخر إنني كنت سبب من الأسباب إن هو راح النادي الأهلي. أتمنى يا ربي ربنا يوفقه ويطلع يعني يقدم مردود أقوى وأحلى. ويعني تخيل الأهلي يعني كيان البطولات، في أول سنة بدر ياخد بطولة الدوري وياخد الكاس وياخد سوبر الأفريقي وياخد يعني ألقاب كتيرة. يعني إن شاء الله هو كمان أتمنى له التوفيق، وهو لاعب فذ، ومدرسة الرجاء أصلا مدرسة قوية. يعني أنا أتمنى من الرجويين، الرجاء في أزمة مالية، يعني لازم عنده لعيبة تجيب ملايين، وعنده مدرسة قوية يقدر يخرج منها لعيبة فذة.